موعد أخبري من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. بداية، وممثلا للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، يحضر السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي فعاليات الطبعة الثانية للمعرض العالمي للدفاع بالرياض التي تنطلق اليوم وتدوم إلى غاية 8 فبراير الجاري. وكان السيد الفريق أول سعيد شنقريحة قد حل أمس بالعاصمة الرياض في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، حيث كان في استقباله بأرضية المطار الدولي الملك خالد الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي. هذه الزيارة التي يقوم بها السيد الفريق أول سعيد شنقريحة على رأس وفد عسكري ستكون فرصة لزيارة هيئات تابعة للقوات المسلحة السعودية والالتقاء بمسؤولين لدراسة سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي والتباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك. في ملف التعاون، دائما وبصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف أمس بطرابلس من قبل رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا الشقيقة السيد محمد يونس المنفي، حيث سلمه رسالة خطية من أخيه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. اللقاء شكل فرصة لاستعراض واقع وفاق العلاقات الجزائرية الليبية، حيث أشاد الطرفان بعمق أواصر الأخوة والتضامن التاريخي المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما تم التطرق إلى العديد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في قطاع غزة المحاصر والمستجدات الأمنية والسياسية في منطقة الساحل الصحراوي. وبالنسبة للأوضاع في دولة ليبيا الشقيقة، جدد عطاف استعداد الجزائر للمساهمة من موقعها بمجلس الأمن في المرافعة عن انشغالات أولويات الأشقاء الليبيين للمضي قدما نحو الإسراع في تحقيق حل ليبي ينهي الأزمة بصفة نهائية. وفي ختام اللقاء، حمل رئيس المجلس الرئاسي الليبي الوزير أحمد عطاف نقل تحياته وتقديره للسيد رئيس الجمهورية وتطلعه للقاء به عن قريب لمواصلة التنسيق معه حول كل المواضيع التي تصب في صلب اهتمامات وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج مباحثات ثنائية مع المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر البعور. وبهذه المناسبة استعرض الجانبان أولويات التعاون الثنائي على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وذلك في أفق التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة، وبخصوص اللجنة المشتركة الكبرى، كما ناقش التطورات المسجلة على الساحة الليبية بعنوان المسار السياسي الذي تقوده منظمة الأمم المتحدة لحل الأزمة، إلى جانب الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الإفريقي من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الليبية. أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماتيو ميلر في مؤتمر صحفي أسف بلاده تجاه انسحاب السلطات المالية من اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، مبرزا أن اتفاق الجزائر كان بإمكانه تحقيق الاستقرار لجميع الماليين لو تم تنفيذه بالكامل. نأسف لانسحاب الحكومة الانتقالية المالية من اتفاق الجزائر. اتفاق لو نفذ كان من الممكن أن يوفر المزيد من الاستقرار لجميع الماليين وللمنطقة برمتها. نشعر بالقلق إزاء استئناف الأعمال العدائية بين الأطراف الموقعة على اتفاق الجزائر.
تزامنا والاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة السرطان، تتواصل لليوم الثاني على التوالي بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالعاصمة طبعة السابعة لصالون الإعلام حول السرطان. الصالون الذي تشرف عليه وزارة الصحة بالتنسيق مع جمعية الأمل لمكافحة السرطان يهدف إلى إشراك الإعلام في إيصال المعلومة العلمية الصحيحة للمصابين بهذا الداء وعائلاتهم، لا سيما بروتوكولات العلاج وسبل الكشف والوقاية من الداء. وكان وزير الصحة عبد الحق السيحي قد أبرز أمس الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لقطاع الصحة من خلال إنجاز عدة مراكز لمكافحة السرطان عبر الولايات. وتدعيما للمنظومة الصحية، دخل العديد من الهياكل الصحية القاعدية حيز الخدمة على غرار مركز مكافحة السرطان بولاية أدرار. مكسب صحي هام يتوفر على أحدث المعدات الضرورية والتي من شأنها ضمان التكفل الصحي بالمرضى القادمين من الولايات المجاورة. المزيد مع أيمن حنفي. حلقة علاجية متكاملة يضمنها مركز مكافحة السرطان بأضرار لمرضى الولاية والولايات المجاورة، بل حتى من شمال البلاد. معهم المريقلة ما شاء الله يعطون موعد ونجيب في نور مال ويديرون فوق روس ومتهلين فينا، الله يبارك يرحمهم الوالدين، والله يدير الدواء ويعطوه الموعد وفي الدواء ومريقلين ويديرهم عند روسهم. اتصلت بناهم هنا بار ايميل، رجع لي قال يجيب الدوسي واروح. جبت الدوسي، داروا لي سكانير تاع الاطراس، تراصاو 15 جور عيطوا لي. بديت في العلاج دوك عندي تقريبا 20 جور صافي، عندي انا 38 سيونس. المركز مجهز باحدث العتاد الطبي عبر مصالحه الخمس، واهمها مصلحه العلاج بالاشعه، تقنيات متطوره سمحت للاطقم الطبيه والشبه الطبيه بتقديم خدمه صحيه راقيه تريح المريض. مرتاحة، فوت مليح ومرتاحة للبلاد وجات على قلبي، وطبوا زينين وتهلاو فيا وتقبلوني الحمد لله. المرضى هذا متاعنا كانوا يتلقاو العلاج في الوقت المحدد لهم، يافي با دو ديباسمون ديلي، يافي با دي رونديفو إلواني وكل شيء، وهذا اللي خلى المركز تاعنا تاع أدرار هذايا سونتر دو ريسك كونتر لو كونسير تاع أدرار يستقطب عدد أكبر من المرضى. التقنيات المعتمدة حاليا في علاج الإشعاعي للأمراض السرطانية تقنية تعطي أكثر حظوظ للشفاء، أقل تعقيدات للعلاج. حرص على التكفل الأمثل بالمريض عبر مختلف ربوع الوطن. في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم تتوقف الغارات الصهيونية لليوم 21 بعد 100 في استهداف الأماكن الحيوية وتدمير منازل المدنيين في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، حيث قصف الطيران الحربي الصهيوني فجر اليوم روضة تؤوي نازحين شرق مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين بينهم طفلة وإصابة العشرات. هذا وشن الطائرات والاحتلال الصهيوني ومدفعيته سلسلة غارات عنيفة على جنوب قطاع غزة، تركزت على مناطق مختلفة من محافظة خان يونس، بالإضافة إلى استهداف محيط مستشفى غزة الأوروبي شرقا، مما أدى لإصابة بعض النازحين وسبب أضرارا بأقسام المستشفى. وأشارت مصادر طبية أن الاحتلال ارتكب 12 مجزرة راحة ضحيتها 107 شهداء وأكثر من 100 جريح خلال 24 ساعة الماضية. رياضة الآن، حيث تتواصل اليوم منافسة كأس الجزائر في دورها 32، وفي برنامج هذا الأحد نجم ماغرا يواجه شباب قسنطينة، فيما اتحاد بوخضرة يلتقي فريق اتحاد الجزائر. هذا وتمكنت أمس 3 أندية من اقتطاع تأشيرة التأهل إلى الدور 16، والبداية بمولودية وهران التي حققت فوزا عريضا على شباب بني ثور بثلاثة أهداف دون رد. من جهتها شبيبة الثورة ضمنت تأهلها بعد فوزها على شباب بقطب بثنائية نظيفة، كما فاز اتحاد خنشلة على وداد بوفريك 4 أهداف.
إلى منافسة كان كوت ديفوار، حيث تأهل أمس منتخب جنوب إفريقيا إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على نظيره الرأس الأخضر بضربات الترجيح، وهذا بعدما انتهى اللقاء في الدقيقة 120 بتعادل سلبي. كما تأهل منتخب كوت ديفوار إلى الدور نفسه بعد تغلبه على نظيره المالي في الشوط الإضافي الثاني للمباراة بهدفين لهدف واحد، وبذلك سيواجه منتخب كوت ديفوار منتخب الكونغو الديمقراطية في الدور نصف النهائي المقرر يوم 7 من الشهر الجاري، وفي الدور نفسه يواجه منتخب جنوب إفريقيا نظيره النيجيريا. موجودين 5 لاعبين مرفوع الكرة في القائمة الثانية، الكرة الثانية ختام النشرة. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.